السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. حول الاستقالات الصدرية والحالمين بالحكومة نقرأ مقالا للكاتب جاسم الشمري نشره موقع عربي 21. إن القنبلة الموقوتة المخيفة في الشارع العراقي هي قضية الاستقرار الأمني، والسؤال هنا: هل الإصلاح يعالج بالمواجهة والنزول في معترك العمل السياسي أم بالهروب إلى الأمام والاستقالة الجماعية؟ لماذا لم ينسق الصدر مع القوى المتفقة معه لحل البرلمان؟ ولماذا كانت الاستقالات بعد إقرار قانون الأمن الغذائي؟ وهل هناك مخطط مدروس لبقاء حكومة مصطفى الكاظمي المقبولة عند التيار؟ ويبدو أن الإطار التنسيقي الذي يتهم الانتخابات الأخيرة بالتزوير وجدها فرصة مناسبة لإعادة ترتيب أوراقه، ولهذا شكلوا لجنة تفاوضية الأربعاء الماضي للحوار مع القوى الوطنية وتشكيل الحكومة، وبهذا ربما تكون خطوة الصدر قد مهدت الطريق لعودة المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة باعتباره يملك الكتلة الأكبر حالياً. وبعيداً عن توقعات المرحلة المقبلة، أدلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بعد ساعات من الاستقالات الصدرية بتصريحات نارية مشيراً فيها وبوضوح للصدر، ومؤكداً بأن هناك من يحاول تسقيط الحشد لإعادة الفوضى للعراق، ولن نسمح بإسقاط الدولة. القنبلة الموقوتة المخيفة في الشارع العراقي هي قضية الاستقرار الأمني في ظل حكومة يقول رئيسها الكاظمي بأنه تحول إلى معقب معاملات، ولهذا لا نعلم ما هو أثر خطوة الصدر على المستوى الأمني، وهل ستنشر المزيد من الترهيب والربكة للشارع القلق أصلاً من السياسات العشوائية والمتناقضة؟ وقبل أسبوع ذكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر أنه من الضروري الاعتراف بحقيقة أن أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط وآسيا. فما هي تلك الأحداث؟ وهل الربكة السياسية العراقية الحالية هي بداية للأحداث الكبيرة القادمة في الشرق الأوسط بحسب رؤية كيسنجر؟ وحول التصحر وشحة المياه في العراق، نشرت صحيفة الميثاق الوطني مقالا للكاتبة نور العبيدي جاء فيه: على الرغم من وجود بعض الحلول التي تساعد في تجاوز هذه الكارثة أو التخفيف منها، إلا أن حكومات الاحتلال لا تبالي بهذه الكارثة، وكأنها مشتركة في هذه الجريمة التي يمكن وصفها بأنها خيانة للوطن. فمثلاً بإمكان الحكومات توفير مصدر دائم للمياه في المناطق الباعثة للغبار من أجل إدامة النبات الطبيعي لتلك المناطق، وبالتالي تخفيف الضغط الحراري والهوائي القادم من مراكز الضغط العالي ومنع التصحر. يعاني العراق من تغير مناخي وشحة في المياه، وهو في المرتبة الخامسة بين الدول المهددة بالتغير الخطير، مما جعل البلد في أزمة حالية قد تؤدي إلى كارثة بيئية خطيرة جدا تهدد حياة الملايين من العراقيين، وفي حال لم يتم معالجة المشكلة ستسبب الأزمة في نزوح سكاني وانهيار زراعي واقتصادي كامل، على الرغم من الانهيار المستمر منذ سنوات. ويعاني أيضاً من ارتفاع نسبة الموجات الغبارية التي تسبب حالات اختناق كثيرة أدت إلى وقوع عشرات الوفيات. وقد أفادت وزارة الصحة في حكومة المنطقة الخضراء بإصابة 4000 شخص بالاختناق في آخر موجة غبار ضربت العراق قبل أيام، فضلاً عن توقف حركة الطيران وتعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية مع تلوث بيئي خطر جداً. وما يستدعي الغرابة أن التصريحات أكدت على أن العراق تعرض وسيتعرض لأكثر من 200 يوم للعواصف الترابية، وأنها ستستمر طوال السنة بسبب التصحر وقطع المياه من دول المنبع خصوصاً من إيران.
وما يستدعي إلى الغرابة والعجب أن السفير التركي صرح بأن حكومة بغداد طلبت من أنقرة عدم فتح السدود لتدفق المياه إلى العراق في ظل وجود انخفاض كبير بنسبة المياه في الأنهر الرئيسة والبحيرات الطبيعية والصناعية. وقد وصل معدل انخفاض مياه نهري دجلة والفرات إلى ثلث معدلاتها المائية، وجفاف نهر حمرين ونهر ديالة وانخفاض مياه السدود إلى نسبة 60% من معدلها العالي. وهذه كلها دلائل وشواهد على أن العراق يسير نحو كارثة محتمة. نشرت صحيفة ديلي تيليغراف تقريراً حصرياً عن الأسرى الأمريكيين لدى القوات الروسية في أوكرانيا. وقال كولين فريمان إن كلاً من ألكسندر درويك وأندي هيون، وهما جنديان سابقان في الجيش الأمريكي أحدهما شارك في غزو العراق، سافر إلى مناطق القتال للمساعدة في جهود الحرب، وقبض عليهما أثناء معركة حامية خارج مدينة خاركييف شمال شرق أوكرانيا. يقول رفاق قاتلوا معهما إنهما أسرا في الأسبوع الماضي، وكان دوريك 39 عاماً وهيون 27 عاماً يعملان كمتطوعين مع وحدات الجيش الأوكراني النظامي، ويعتقد أنهما أول أمريكيين يقعان في يد القوات الروسية، وسينضمان إلى عدد متزايد من المتطوعين الغربيين الذين قبض الروس عليهم، بمن فيهم 3 بريطانيين. وقالت الصحيفة إن دوريك من بلدة توسكالوسا في ولاية ألباما، وانضم للجيش الأمريكي بعد هجمات 11 من سبتمبر وأرسل إلى العراق كرقيب أول. وأخبرت والدته لويز 68 عاماً الصحيفة بأنه عمل كمدفعي مهم في قوافل حماية الشخصيات البارزة في بغداد، بشكل جعله عرضة لهجمات المقاتلين العراقيين وتسبب له باضطرابات ما بعد الصدمة، وعانى كثيراً للحفاظ على وظيفته بعد مغادرته الجيش، كما ترك عمله بالشرطة لأنه زاد من اضطراباته النفسية، إلا أنه رأى في الغزو الروسي فرصة لوضع خبرته العسكرية في خدمة الأوكرانيين حسب والدته. وقالت وزارة الخارجية في واشنطن إنها تعرف بالتقارير غير المؤكدة عن أسر مواطنين أمريكيين في أوكرانيا، مضيفة أنها تقوم بمراقبة الوضع عن قرب وعن كثب وعلى اتصال مع السلطات الأوكرانية. وتأمل والدة درويك بأن يضغط الدبلوماسيون الأمريكيون ليكون ابنها ضمن عملية تبادل مقابل جنود الروس ولمنع إعدامه. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم يحاولون هذا في حالة البريطانيين بانر وآسلين اللذين حكم عليهما بالموت. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً أعده مايكل غوردن، قال فيه إن الولايات المتحدة تعاونت سراً مع إسرائيل في تنسيق الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين وحاليين قولهم إن المسؤولين الأمريكيين لم يعلقوا كثيراً على الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا، وهي الغارات التي تقول إسرائيل عنها إنها تهدف لعرقلة تدفق السلاح الإيراني إلى حزب الله اللبناني وإضعاف الجماعات المسلحة والوكيلة عن طهران في سوريا. ولم تراجع الولايات المتحدة غارات إسرائيل على العراق التي لم تؤكدها، وقال الأمريكيون إنها حصلت بحسب الصحيفة. خلف الستار راجعت الولايات المتحدة عدداً من الغارات، ونظر فيها المسؤولون في القيادة المركزية الأمريكية والبنتاغون حسب المسؤولين السابقين. وأضافت الصحيفة أن هدف الولايات المتحدة كان هو التأكد من عدم تدخل الغارات الإسرائيلية في الحملة التي قادتها واشنطن ضد تنظيم الدولة الذي يحاول العودة من جديد بعد تدمير خلافته. وقالت الصحيفة إن التنسيق الرسمي هذا لم يكشف عنه من قبل، ويظهر أن واشنطن حاولت دعم حليفتها إسرائيل دون الانجرار لحرب الظل مع إيران. وكان التركيز في عمليات مراجعة الغارات الإسرائيلية على تلك التي تستهدف مواقع في شرق سوريا والتي تمر من أجواء الموقع العسكري الأمريكي في منطقة التنف السورية.
ووافقت الولايات المتحدة على معظم الغارات الجوية الإسرائيلية، إلا أن القوات الأمريكية لم تساعد الإسرائيليين في تحديد الأهداف، ولم تراجع كل الغارات التي شنتها إسرائيل على سوريا كما يقول مسؤولون سابقون وحاليون. ونقلت الصحيفة عن المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط دينيز روس قوله: هناك دعم تكتيكي أمريكي للتحركات الإسرائيلية من أجل منع الإيرانيين من إرسال الأسلحة وبناء نفوذ في المنطقة، ولكن هناك تردد كامل واضح من ترك بصمات على هذا الدعم، مضيفا: سيكون من التهور جدا بمكان لو لم يكن هناك خفض توتر وتنسيق نظرا لمخاطر حدوث مشكلة غير مقصودة. تناولت مجلة إيكونوميست في عددها الأخير الدولة السورية المدمرة التي يقوم رئيسها النظام بشار الأسد بإفراغها. أصبحت جسداً أجوف ولم يبقى هناك شيء يمكن سرقته، ففي سوريا بات الابتزاز وتجارة المخدرات اليوم مصدر الدخل الأهم. وقالت المجلة إن بشار الأسد يبدو متواضعاً مقارنة مع ديكتاتوريين العرب الذين يظهرون بأزيائهم العسكرية اللامعة والمزينة بالميداليات. من بين الحكام الفاسدين بالمنطقة لم ينهب أحد منهم بلده بشكل كامل كما فعل هو الأسد، وكان من المفترض أن تتحسن حياة أبناء بلده بعد هزيمة تنظيم الدولة في 2019، وكذا استعادة نظامه مساحات واسعة من المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، إلا أنها أصبحت أسوأ، فالكهرباء منقطعة أكثر من كونها متوفرة، وتعيش غالبية السكان في المناطق التابعة للنظام، و90% منهم فقراء، ويعتمد الكثيرون منهم على التحويلات الأجنبية. وخسرت العملة المحلية 90% من قيمتها، وبحسب مستشار مقرب من الأسد انشق قبل فترة، فإن بشار يحكم مثل زعيم مافيا. وتعلق المجلة أن الابتزاز أصبح مستشرياً، واقتيد كثيرون إلى الفرع 251 لعدم دفعهم أموال الحماية. ويبني الأسد أيضاً ثروة من الغاز والبترول والكهرباء، ففي الوقت الذي يعيش فيه الناس بالظلام ولا يستطيعون الحركة، يوفر الأسد الطاقة لوسطاء السلطة في لبنان الذين يدفعون بالدولار، ويحصل حزب الله على الوقود كمكافأة مقابل دعمه النظام في الحرب. وهناك حيلة أخرى للنظام، وهي بيع الجوازات للسوريين الذين يريدون المغادرة، ويحصل الوكلاء على $1,000 للتسريع بالمعاملة أو شطب الاسم من القوائم السوداء على نقاط التفتيش، ويظل المصدر الرئيسي المدر للمال هو المخدرات. وتضيف مجلة إيكونوميست: في محاولة لتقليد مثال ولي العهد السعودي قبل عدة سنوات، قرر الأسد هز المؤسسة الثرية في البلد، واستدعى رجال الأعمال لفندق ياشيراتون في دمشق، ومن رفض منهم التخلي عن أرصدته احتجز في فرع 251 أحد مراكز الاعتقال المعروفة بالتعذيب في دمشق. ووضع رامي مخلوف ابن خالي الرئيس والوسيط البارز تحت الإقامة الجبرية، وهرب مصرفيون وتجار وصناع خمور، وصودرت مصالح تجارية وأغلق الكثير منها، وحلت محلهم مجموعة يرثى لها من رجال الأعمال حسب تقرير لمركز حرمون ومقره اسطنبول، ومعظمهم من أمراء الحرب الذين يقومون بغسيل واردات التهريب مع استمرار تراجع العملة السورية. فمن حول الأسد لديه القدرة على التمتع واستخدام الدولار، بالإضافة إلى أن معظم الناس أصبحوا خانعين ومحطمين. ومهما ساءت الأمور فالسوريون يشعرون بالتعب ولا يريدون العودة للحرب كما يقول مسؤول في الأمم المتحدة. وبحسب معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة بواشنطن، ينتج 15 مصنعاً واقعاً تحت سيطرة النظام مادة الكبتاغون، بالإضافة إلى 20 مصنعاً صغيراً تقوم بإنتاج المخدرات قرب الحدود مع لبنان.
وهناك من نوع المصانع بات ينتج ميثاميفيتامين، وباتت العملية الكبيرة ومتنوعة لدرجة أصبح السوريون يطلقون عليها النقابة. وفي الماضي كان البدو يهربون المخدرات في بطون الماشية وشاحنات الخضار، أما اليوم فيتم نقلها بعربات مصفحة ومحمية بطائرات بدون طيار وأسلحة ثقيلة. ونفى الأسد مزاعم تورطه بتجارة المخدرات هذه، إلا أن الرفاق الذين انقلبوا عليه يقولون إن المافيا تعمل من دائرة مالية في رئاسته، ويشرف عليها شخص يوصف بأنه بابلو أوسكوبار السوري، في إشارة لعراب المخدرات الكولومبي الشهير. ويقوم رجل الظل هذا بشحن المخدرات عبر موانئ البحر المتوسط معتمداً على شركته الأمنية، كما يستدعي نيابة عن الأسد رجال الأعمال بمطالب للمساهمة ودعم صندوق شهداء سوريا، وهي مؤسسة أخرى لجمع المال. ويقال إن رجال الأعمال يحضرون للقصر الرئاسي وبأيديهم حقائب محشوة بالمال، ويقول البعض إن تجارة المخدرات تسمح للأسد بشراء ولاء طائفته العلوية. تم منح أراضي وممتلكات السنة الذين أجبروا على تركها إلى العلويين الذين رحبوا أولاً بالقمع الوحشي الذي مارسه النظام، ولم ينتفع بالنهاية إلا القليل من عملية التغيير السكاني للأسد. نشرت صحيفة القدس العربي صوراً من مكان اغتيال 3 فلسطينيين في جنين، واستشهد 3 فلسطينيين فجر الجمعة، وأصيب 8 برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 8 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين. بدوره قال تلفزيون فلسطين الرسمي إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال في مدينة جنين أسفرت عن استشهاد براء لحلوح وليث أبو السرور ويوسف صلاح. قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وأطلقت النار على مركبة فلسطينية كان بداخلها 4 فلسطينيين. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.